بالرغم من قلة ظهورها في السينما، إلا إن ليها أدوار مميزة عارفها الجمهور من خلالها من غير حتى ما يعرف اسمها الحقيقي، زي دور لاتانيا في فيلم ابن حميد. لقبت في طفولتها بالطفلة المعجزة، إنها الفنانة وراقصة الباليه نيلي مظلوم. أهلا بيكم، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. اسمها نيلي كسر مظلوم، اتولدت في 9 يونيو 1925 بالأسكندرية لأب إيطالي كان صانع مجوهرات وأم يونانية وكانت عازفة بيانو. وهي عندها سنتين أصيبت بمرض شلل الأطفال وعالجها دكتور يوناني، وزوجته كانت راقصة باليه تبنتها فنيا بعد شفائها لما بقى عندها 5 سنوات، وساعدها الباليه على اكتساب القوة والتحسن التام، وقدمت عروض في الأوبرا ورقصت قدام الملك فاروق وهي عندها 10 سنين، ولقبت بعد كده في وسائل الإعلام بالطفلة المعجزة. كانت بتقدم عروض يومية في دار الأوبرا، وكمان رقصت لمدة سنة في كازينو بديعة، وكانت بتقدم عرضين يوميا، عرض مسائي الساعة 8 وعرض تاني في منتصف الليل، وكانت بتنافس في الوقت ده تحية كاريوكا وسامية جمال. وفي سنة 1948 أصبحت الراقصة الرسمية لدار الأوبرا، وبعد كده بقت مصممة الرقصات في دار الأوبرا برضه. حصلت على ليسانس الآداب سنة 1946، وكانت بتتكلم 4 لغات بطلاقة، وهما الإنجليزي والفرنساوي والعربي واليوناني، وكانت بتحب الكتب جدا والقراية، ولما كانت بتروح المكتبة كانت بترجع ومعاها حوالي 30 كتاب، وكمان فضلت لمدة سنة في المتحف المصري بتعلم وتدرس كل ما يتعلق بالرقص والأزياء في العصور القديمة، لدرجة إن مدير المتحف ادالها تصريح خاص علشان تبقى براحتها. صممت نيلي أكتر من 200 عرض وعشرات الأوبريتات، وقدرت بعد كده تعمل مدرسة لتعليم الرقص الإيقاعي سنة 1956. قدمت نيلي مظلوم أنواع مختلفة من الرقص، زي الرقص الفرعوني في عروض الصوت والضوء، والرقص البدوي مرتدي الخمار، وكمان قدمت الرقص التعبيري في مسرحية أيوب سنة 1962. وفي نفس العام قدمت مع فرقتها عرض مباشر بالتلفزيون مدته 2 ساعة، وذيع من مسرح حديقة الأزبكية، وكمان حصلت في نفس العام على الميدالية الفضية عن الرقصة السعودية اللي قدمتها مرتدية الخمار. أول أفلامها السينمائية كان الفيلم اليوناني اللاجئة سنة 1939، ومن بعدها فيلم شهرزاد سنة 1941، وبعد كده مشاركتها كراقصة في فيلم بين نارين سنة 1945. وملامحها الأرستقراطية حصرتها في أدوار الطبقة الغنية باستثناء بعض أدوار الشر اللي قدمتها بنجاح، لحد ما اكتشفها المخرج عباس كامل سنة 1946، وبدأت مشوارها في التمثيل بفيلم صاحب بالين. من بعدها أفلام عديدة زي فيلم ابن حميدو اللي قدمت فيه شخصية لاتانيا الدور الأشهر في حياتها واللي عرفها الجمهور من خلاله، وفيلم علمون الحب مع الفنان سعد عبد الوهاب، وفيلم فاطمة وماريكا ورشيل مع الفنان محمد فوزي، وأفلام تانية زي النمرود وصوت من الماضي وعروسة المولد وما كانش على البال، وآخر أعمالها كان فيلم التلميذة سنة 61. وبعدها بحاجات بسيطة قوي اعتزلت، وكان عمرها في الوقت ده 36 سنة، بعد ما قدمت حوالي 20 فيلم مصري كانت بتنافس فيهم تحية كاريوكا وسامية جمال، وكانت هي الراقصة الأعلى أجرا في مصر. ورجعت اليونان في منتصف الستينات لما بنتها طلبت منها تروح هناك بعد ما تأممت مدرستها في مصر وبقت بتاخد معاش قليل، ولما راحت اليونان عملت مدرسة هناك لتعليم الرقص سمتها مدرسة أثينا الدولية لتعليم الرقص الإيقاعي سنة 1965، واللي لسه موجودة لحد دلوقتي، وعلمت نيلي مظلوم من خلالها كل جنسيات العالم أساليب الرقص الشرقي والفرعوني، وكمان ألفت كتاب بعنوان تقنيات الرقص الشرقي سنة 1992. من سنة 2001 عملت مع بنتها معهد نيلي مظلوم المتوسط لتعليم الرقص الإيقاعي. تزوجت نيلي مظلوم 6 مرات، أولهم كان من شخص يوناني مصري مقيم بالأسكندرية اسمه أندريا روسوس سنة 1950، وهو والد المطرب الشهير ديمس روسوس واللي كان عايش معاهم وربته نيلي مظلوم، وأنجبت نيلي مظلوم من أندريا 2 وهما إيمانويل وماريان، وبيقال إنها تزوجت من رئيس الوزراء عاطف صدقي، ولكن مفيش أي مصادر بتأكد الكلام ده. وفضلت نيلي مظلوم تعمل كمدرسة لرأس الباليه لحد ما توفت في أثينا في 21 فبراير عام 2003 عن عمر يناهز 78 سنة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.